يلا يا شريف وقف العربيه بسرعه يا شريف دلوقتي يا جدعان اتحرك من المكان ده لان هتريكانو جاي دلوقتي حالا. هتريكانو عارف اللوكيشن. هتريكانو حد بعت له اللوكيشن مننا واكيد هي لما مسكت التليفون وكان بتتكلم ما فيش حد كان بيتكلم معاها. بسرعه ابري كاميرا. السلام عليكم، بدايه فيديو جديد. الفيديو ده هو تكمله الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات انا خطفت حبيبتي هتريكانو. الحقني اي كلمه هنقدمك عليها، اي كلمه هنقدمك عليها. اطلع عشان بسرعه يا جدعان الباب اتكسر، بس العربيه اتكسرت. هات الباب ده كده يا دي. الواد ده مات، الواد ده مات. ايا كان بقى ماليش دعوه، انا خطفت البنت اللي اتزقت عليا وكانت عايزه توقعني، ودلوقتي حالا انا رابطها وهوريها لكم وانا رابطها. بس قبل ما اوريها لكم اقول لكم حاجه صغيره، والله انا ولا ضربتها، والله انا ولا مديت ايدي عليها، والله انا ولا عملت اي حاجه، لان انا اخلاقي ما تسمحش بكده ان انا مد ايدي على بنت. دي نقطه. تاني نقطه، انا عملت كده عشان اعلم هتريكانو اسلام ان مكار ما يتعاملش كده، واي حد هيجي على سكه مكار هيتعلم الادب وهيتعلم عليه. ودلوقتي حالا هوريكم البنت وهي متكتفه. انا كتفتها عشان خاطر حاجه واحده بس، لان البنت دي عندها معلومات وعندها حاجات كتير جدا من اسلام وهتركانه انا لحد دلوقتي ما اعرفهاش، وهي لازم تعترف. ولو ما اعترفتش انا هروح انام وهقوم الصبح اجي لها ومحدش يعرف يجي يفكها ومحدش يعرف مكانها اصلا. اي نعم انا بصور والناس كلها شايفه المكان، لكن محدش يقدر يجي المكان ده، ان المكان ده بعيد جدا ودخلته صعبه جدا، واللي انا اصلا كسرت البوابه عشان اخش كل حاجه اتصورت. تعالى كده. المفروض دلوقتي اللي انت لو ما اعترفتيش بكل حاجه حصلت بينك وبين هتريكانو وبين اسلام انا هندمك عليها. انا ماليش دعوه، مشيني. هقول تاني عشان شكل الكلام ما تسمعش. في الاول في الاخر انا ماليش دعوه بكل اللي بينكم، هم قالوا لي ان انت حرامي. هقول تاني عشان شكل الكلام ما تسمعش. لو ما اعترفتيش باللي بينك وبين اسلام قاسم وهتريكانو انا هعلمك الادب ومن غير ما مد ايدي عليك. انا ممكن اسيبك زي ما انت كده واروح واجي تاني يوم تالت يوم لحد ما تعترف. الكاميرا معاك يا ايه؟ اعترف بايه؟ انا عارفه اسلام وعارفه هتريكانو. لما عرفت ان هم قالوا لي ان انت حرامي انا وصلتهم ببعض. على فكره يا جدعان هي عيطت بما فيه الكفايه، يعني هي عيطت كتير جدا 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 جدا. انا مش عايز تعيط، بس انا عايزها تعترف، ولازم تعترف، وده مش بالمزاج، ده غصب عنها. دلوقتي اللي انت عارفه هتركانه وعارفه اسلام قاسي تمام، لما كلمتيني هما اللي زقوك عليا وانت كنت بتكلميني وكنت بتصوري، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. انا اساسا ما انا شفت الفيديوهات، انا عايز اعرف اللي حصل ورا الكاميرا. الفيديوهات ما انا شفتها والبشر كلها شافتها. الاغبياء بيصوروا على اساس ان محدش هيشوف الفيديو، على اساس ان الفيديو مخفي. طب ما الفيديو يا ابني العالم كله شافه. طب ما انا شفت الفيديو وبتقولي لي الكلام اللي حصل في الفيديو. انا عايز كلام بره الفيديو. وهي كانت جايه معاهم ايه؟ وهي كانت جايه معاهم الكافيه. هي كانت جايه معاهم ساعه الكافيه وقعت معاهم الترابيزه. انا ساعه ما اقول لك اسلام وهتريكانو دي كانت معاهم. كانت معاهم وقعدت معاك. قعدت معايا. تمام. قلت لي اسمك ايه؟ نيره. طب دلوقتي انا عايز اعرف يا خرجت قالت انا اللي اجيب مكار ومحدش يعرف الدنيا كلها اجيب مكار. انا هي اللي قالت كده. اه تمام. تفكر بقى نفسها هي بنت ايه تكلمك وتجيبك. تمام مفيش مشكله. انا عايز اعرف مكان اسلام قاسم وهتركانه دلوقتي. مش هعرف اجيبهم دلوقتي، هما مش هيسيبوك فعلا. انا مش هحلك، هفضل ربطك لحد هنا. انا ولا يهمني اسلام قاسم ولا يهمني هتركانه ولا يهمني اي مخلوق. وانت شفتي بعينك هتريكانو اتضرب بالعربيه واتخبط وشكله مات فيها مات. واسلام قاسم جبته تحت رجلي وكنا هندوس عليه وعلمتهم الادب. طب انا هطلب منك طلب وهسلمهم لك، بس تعمله لي. طلب ايه؟ تديني بس اكلم اهلي اطمنهم عليا لان الوقت اتاخر. طيب يا جدعان، وهي بعد ما قالت لي كده انا حسيت ان هي عندها حق، واللي انا لازم اديها الموبايل واطمن اهلها عليها، لان مهما كان هي برضو بنت. فانا بحسن نيه وبكل تعاطف اديتها الموبايل عشان تكلم اهلها وتطمنهم عليها، بس اللي حصل غير كده خالص. طيب يا جدعان، الحوار ده ورا ايه؟ طيب يا جدعان، هديها التليفون تكلم حد من اهلها عشان حد يطمن عليها، وتقول لهم اللي انت كويسه مش اللي انت مخطوفه، مش اللي انت حد خاطفك، مش اي حاجه غير كده. دي كلمه طبيعيه جدا. كويسه واتاخر شويه. طبيعي جدا. تمام، واحتمال ابات بره. تمام تمام.
طيب يا جدعان ده تليفونك؟ ده تليفوني التاني مش اللي انا كنت بكلمك منه. يعني انت معاك تليفونين؟ خلاص ماشي. دلوقتي حالا يا جدعان افك ايديها عشان خاطر تعمل المكالمه ديت وقدام الكاميرا برضو. نقفلش الكاميرا. امسك راشري. حلو. فين التاني؟ العربية. اتكلم قدامنا هنا قدام الكاميرا ما تقفلش الكاميرا. الله شاكك انا مش عارف في ايه النفخات الحره التليفون ده كانوا هتركانوا بس على فكره عمل حركه مش عايزين حد يشتمنا حركه وحشه برضه بيفتري يا جدعان مقار التليفون لا ما ترنش على حد يا مقار على فكره اسمع اسمع الكلام في حوار يا مقار وربنا اسمع مني يا بسيطه في حاجه اسمع مني على فكرة براحتك على فكرة لو الحوار دوت لازم ترن على حد عليا يا عم قلت ايه اقسم بالله لو قلت كلمة خلينا كويسة وبخير وممكن اتأخر صور يا اسطى ما تقفلش الكاميرا ابدا نشوف الحوار ده معاك بس لو طلعت دي وطلعت بتحوري يا شريف هي لازما يا شريف موت يا شريف هي لازم تطمن حد من اهلها يا جدعان يا جدعان هي لازم تطمن حد من اهلها لان هي لازم ما ينفعش لو انت قاعد بره بتتكلم معايا ساعه الحوار دوت هقول اللي انا هسلمك ازاي يعني ازاي يعني ازاي شريف سلم المقام ازاي واسلام بيتكلم معايا ويتخانق معايا ايوه كويسه بس متاخر بس ممكن بره البيت شويه لا هخلص وارجع على طول لو ما رجعتش هبات النهارده بره تمام بس كده بس انت ممكن تعمل مكالمة لا يا جدعان ده ما عملتش مكالمات ده رقم هي ما عملتش مكالمات ده في رقم بيرن شفت انا بقول كنت بتكلمي مين انا بقول لك كنت بتكلمي مين يا بنت انت كنت بتكلمي مين مش بكلم صوري بقى انتوا عايزين مين اصلا ماليش دعوه بكل ده يا جدعان انا خليتها اتكلم حد ما كانتش بتتكلم وعامله نفس اللي هي بتتكلم في التليفون هو فين وانت ازاي انت غبي ما هي بترن طب ما ممكن حد يجي عن طريق الرقم انت في ايه يا عم انت بتعمل حاجات انت مش عارف يا مكار في ايه يا عم هي قالت كلمه يا عم هي قالت الكلمه دي يا مكار بس يا مكار هي قالت يا جدعان بقول لك ايه انا مش ناقص الشغل ده انا مش ناقص الشغل ده دي من انت كلمت ازاي والوقت الموبايل كان بيرن ازاي الموبايل بيرن وانت بتتكلمي في التليفون ازاي لما قفلتي اقسم بالله اي غدر احسن منك لعلمك الادب عليه انا الكلام معايا خلص لحد دلوقتي يا جدعان هي مش عايزه تتكلم مش عايزه تعترف ان في حاجات كتير قوي انا لسه ما عرفتهاش وهتركان واسلام بيخططوا حاجات تانية هتعمل ايه عليك الرقم ده تبعك ايوه تبعي ايه بتحور ردي قولي اللي انا كويسه ومفيش اي حاجه انا قلت لكم ان انا كويسه مفيش حاجه انا بس لو اتاخرت هواك بره ماشي سلام دلوقتي يا جدعان هي مش عايزه تحترف واي حد بيرن عليها بخليها تتكلم ما بمنعش من كده لان هي لازم تطمن اهلها ان هي لو اتاخرت موبايل بيرن انا برد على كل المكالمات قدام الكاميرا دلوقتي في الوقت ده الو بس ايه يا هاتريك ايه يا هاتريك ايه يا هاتريك مين قالك ان انا مديت ايدي عليها تعالى يا اسطى كده امسك ده مين قالك ان انا مديت ايدي عليها مين قالك ان انا مديت ايدي عليها سمعت الرواق مين اللي قالك انا ثواني يا ده انت قالها ولا استنى يا ده انت اسمع انا مديت ايدي عليكي لا
لا يا باشا انت اللي تسمع، اقفل في وشك السكه. لا لا هقفل في وشك السكه. لا يا باشا بقول لك ايه، انت جايب بلدي وعايز تعمل عوق، جايب بلدي وجايب لي بنته عايز تعمل عوق ازاي يعني؟ انا لوكيشن انا عايز لوكيشن ايه يا عم؟ يا عم اسال بقى دلوقتي، انت جايب بلد وعايز تعمل عوق وجاي عايز تعمل له حوار وجايب بنت عشان هي تجيبني، ايه يا عم في ايه؟ بقول لك ايه يا اترك، يا اترك انا قلت لك اللي عندك اعمله، خبطتك بالعربيه وجبت الوادي التاني تحت رجليا، لو جيتوا على السكه تاني يا اترك انا اعلمك الادب. الكلام خلص على قد كده انت؟ اه ولا اللي عندك اعمله يا قفل يا عم سيبك منه. انا هتحرك من المكان دلوقتي يا انا هتحرك من المكان دلوقتي. يلا بسرعه يلا بسرعه يلا بسرعه، فك البيت بسرعه، فك البيت بسرعه. يلا حضر العربيه دلوقتي يا جدعان. انت بعت له لوكيشن؟ ها بعت له لوكيشن، بعتت له لوكيشن. يلا بسرعه اطلع وقف العربيه، اجري معاه بسرعه، اجري معاه بسرعه. يلا ابو السلام معاه، انا اطلع عينك النار. يلا يا شريف وقف العربيه بسرعه يا شريف دلوقتي يا جدعان، اتحرك من المكان ده لان هتريكانو جاي دلوقتي حالا. هتريكانو عرف اللوكيشن، هتريكانو حد بعت له اللوكيشن مننا، واكيد هي لما مسكت التليفون وكانت بتتكلم ما فيش حد كان بيتكلم معاها. بسرعه ابن الكاميرا.